السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامذتي الأعزاء، مستوى جدا مشترك أدبي، مرحبا بكم في نص تطبيقي كتاب المنير في اللغة العربية تحت عنوان ما وراءك يا عصام مو. الموضوع، قبل ما نطرق لهذا الموضوع لا بأس أن نعطي مقدمة عن المثل، لأن النص التطبيقي هو عبارة عن مثل توارثته العرب وحتى وصل إلينا، وموجود في كتاب معجم الأمثال للميداني. من هو الميداني؟ الميداني هو أحمد النصابوري، ولد 518 هجريات وفي 1123 هجرية، أديب ومؤرخ اشتهر بمعرفة أخبار العرب وأمثالهم إلى آخره. نمشيو للنص. النص سأحاول أن أقرب، ربما لا يوجد أحدكم لديه هذا المقرر، حتى أنا اشتريته فقط بالدار البيضاء حدا العوينة شارع بالمجيد، داك سوق هكا كيبيعوا الكتب المستعملة. باش نقريكم حتى حاجه ما تنقصكم معايا وليداتي، ندير المجهود حتى نجيب لكم المعلومه، ماشي مشكل، افيك بليزير. شوفوا معايا النص، ضغطوا عليه لاننا غادي نشرحوه. ما وراء نص تطبيقي، دائما حنا في النص السردي، ما وراءك يا عصام، راه كاين اللي كيقول ما وراءك اللي كيعني خادم النابغه، دابا لا، هذا كيعني هذيك عصام المراه اللي سخرها ملك كيندا. سنحاول أن نناقش النص من خلال طرح أسئلتي. نقرأ السؤال، كيف قلت لكم قبل ما نجاوب على الأسئلة لابد أننا نطرق لواحد المسألة، أن المثل هو، ما هو المثل؟ المثل جملة موجزة ذات معنى شامل، بليغة، دائعة الصيت، متوارثة جيل عن جيل، تمتاز بالاختصار وصحة المعنى والبساطة في اللغة. خصائص المثل والإيجاز، يعني كتكون ملخصة، وإصابة المعنى وتشبيه. وظيفة المثل هو تقديم الخدمات لمن يطلب المشورة، أو أردت من أن يقترب من الشيء أو يبتعد عن الشيء. أمثال كثيرة، مثلا إنك لا تجني من الشوك العنب، إن كنت ريحا فقد لقيت إعصارا، احنا كنقولوا ليه بالدارجة الله يجيب لك معامل. من شابه أباه فما ظلمه، مصائب قوم عند قوم فوائده. هنايا كيقول لك السؤال الأول وعرف بالمثل ووظيفته، رانا عرفتها. السؤال الثاني، لكل قصة، نهز أسئلة باش تشوفوها، لكل قصة سارد يحكي أحداثها ويقدم شخصياتها وفضاءاتها، والمثل يختلف عن القصة حيث يحتاج إلى أكثر من سارد، حدد أو حددي طبيعة الساردين في النص ووظيفتهما. إلى قريتي مزيان النص ديال الشيباني، عفوا ديال الميداني، معجم مجمع الميداني والميداني لأحمد النصابوري، قريتي هذا الكتاب غتلقى أنه هو حتى هو سارد، لأنه هو كأديب وكمؤرخ سجل لنا كل الأمثال التي عرفتها العرب منذ الجاهلية، فهو يعتبر السارد الأول. يعني لازمنا نشوفوا الدور ديالو أنه هو سارد أول. عندنا السارد الثاني، عندكم تعرفوا أن في الأمثال ما كاينش غير سارد واحد، وما كاينش غير قصة واحدة، كاين مجموعة من الساردين ومجموعة من القصة، قصة تحت قصة، قصة تحت قصة. علاش؟ لأن الهدف من هاد الأمثال اللي كتكون هي على شكل قصة وتتضمنها أمثال، يعني تحويل القصة إلى تمثيل، الهدف منها هو نقل العبرة وتجربة الآخرين بأسلوب تشويقي إبداعي رائع. لا علينا، قال لك لكل قصة سارد يحكي أحداثها. دابا هذا النص، حنا نمشيو على هذا النص، أنا كنشوف السارد الأول هو النصابوري، والثاني هو أبو الفضل. هذا أبو الفضل، عفوا المفضل، قلت لكم أبو الفضل هو المفضل. هذا السارد الأول شنو
شنو اللي قال لك ما طبيعته، يعني ما طبيعة هذا المفضل؟ هو سارد أساسي لهذه القصة التي تحولت إلى تمثيل. مثلا على ماذا اعتمد؟ أنا قلت لك ما هي طبيعته، احنا نشوفه في السارد الأول. اعتمد على الرؤية من الخلف لأنه يعرف كل شيء عن شخصية حكايته. هو لأن مثلا إذا كان نيسابوري بعيد على هاد الأحداث، مثلا بشي 200 سنة ولا بشي 500 سنة، لأنه ولد 518 هجرية، وهذا المثل وهذه الحكاية وقعت في العصر الجاهلي، يعني الحارث بن عمر ملك كندا كان في العصر الجاهلي. إذا واحد الفترة زمنية بعيدة بين الحارث وما بين النيسابوري. اذا النيسابوري كان خارج هذه القصه اللي هي عباره عن امثال، بينما هذا المفضل الرؤيه ديالو في السرد اللي بقيتي كتشوفيها كتلقاها الرؤيه من الخلف. علاش؟ لانه كان قريب من الشخصيات وكان كيعرف عليهم كل شيء، مخترقا جميع الحواجز الزمنيه والمكانيه، ومستعمل ضمير الغائب اللي كيقول قالت، قال الحارث، قالت حصان، قالت أمامة بن الحارث أم العروس، يعني الزوجة التي سيتزوجها الحارث بن عمر ملك كندا، يعني استخدم ضمير الغائب. هذه هي وظيفة ديالو، أنه كانت وظيفة سردية لأنه بدأ يسرد لنا الأحداث بدقة، وكذلك فسر لنا كل ما وقع بدقة متناهية بكثير من الحكمة ومن الرزانة، لنستفيد نحن كمتلقين لهذا النموذج من الأدب النثري بين قوسين المثل. بالنسبة للسارد الثاني، يعني كنشوفه هو النيسابوري. النيسابوري طبيعة السارد الأول، يعني أنه اعتمد الرؤية من الخارج، يعني نقدر نقول أنه الآخر مفضل من الخلف، ولكن النيسابوري كان كيروي لنا هاد الأمثال أو هاد الأحداث أو هاد القصص التي عرفها العرب من الخارج. علاش من الخارج؟ بمعنى أنه كان غير عارف بأبطال النص، ما كانش عنده معلومات عن النص، كان يكتب لنا ويسرد لنا مثل هذه الحكايات الشعبية التي هي عبارة عن أمثال وعن حكم وعن وصايا. نشوفوا قلك ما الفرق بين المثل والقصة، هذه غير باش تفهموا طبيعة الساردين ووظيفة كل واحد منهما. الفرق بين المثل والقصة، هناك فرق كبير وإن كان يجمعهما هو تنبيه الذهن، يعني سواء القصة كما بغى يكون أنواع هذه القصة والمثل، هما بيناتهم فرق كبير، غير أن اللي كيجمع بيناتهم أن سواء المثل أو القصة فهو كيبغي ينبهك، أنت كقارئ كيبغي ينبهك لأخذ العبرة. فالمثل مثلا لا يشترط أن يكون الحدث واقعة تاريخية، إنما قد يسقط المرء فيه يوما ما، لهذا يستعمل المثل الاحتراز، يعني كتكون ملي كنعطيوك شي مثل وكتقراه فانت كتحاول تاخذه انت كواحد الحكمة أو كواحد الوصية أنك ما توقعش في نفس الشيء اللي وقعوا فيه الآخرين. وإذا ضرب المثل بقصة واقعة بحال هذه القصة، يعني قصة واقعية، وضرب بها المثل قصة الزواج الحارث بن عوف أمير أو ملك كندة بابنة الشيباني وأمها هي أمامة بنت الحارث، هذه قصة، هي مثل ولكنها ضمن قصة واقعة، تسمى القصة عندئذ تمثيلا، يعني كتدخل فيها الأمثال لا إلى آخره. السؤال اللي من بعده، أذكر الشخصيات الرئيسية والثانوية في النص معتمدا على جدول يبرز طبيعتها ومكانتها في المجتمع. كي لكم تشوفوه ونشرحه، يعني الشخصية الرئيسية هي عصام، المرأة اللي يطلب منها الملك أنها تمشي تجيب ليه أخبار بنت الشيباني، يعني بنت الشيباني التي عرفت بجمالها، وأمامة بنت الحارث أم العروس، يعني لأن عصام هي امرأة
شنو الطبيعه ديالها؟ امراه لبيبه حكيمه ذكيه عاقله لسانها فصيح، عرفت عند العرب انذاك. شنو ما كانت في المجتمع؟ ما كانت في المجتمع انها كانت تحاول ان تنقل الاخبار والاحداث بصدق وبذكاء حاد دون زيف. أمامة الشخصية الرئيسية الثانية هي أمامة بنت الحارث، أم الزوجة التي سيتزوجها، الفتاة أو الصبية التي سيتزوجها الحارث بن عمرو ملك كيندا. باش كتمتاز هاد أم بنت الحارث؟ أولا هي طبيعة ديالها هي فاطنة رزينة ذكية عاقلة لبيبة، لأن هاد النص هذا هو يا عبارة عن أمثال، لكن في حد ذاته هي مجموعة وصايا، وصايا أمامة بنت الحارث إلى ابنتها. وهاد الوصايا والله العظيم أنا قريتها سنة 1969 كنت كتعجبني بزاف، كنت في الثالث ولا في الرابع وحتى طلعت الخامس، يعني الشهادة أنا داك وأنا كنحماق على هاد يا بنية، يعني كنت كنحفظها ونعاود نعرضها. شو دابا سبحان الله العظيم هاد العام أنا صادفتها في جدع مشترك علمي أدبي بعد مرور أكثر من 50 سنة. شو لأن باش كيبان لك بأن المنتوج الأدبي المثل الشعبي يبقى راسخا عبر الزمن، تتوارثه الأجيال جيل بعد جيل. لا علينا، أمامة بنت الحارث فاطنة رزينة عقيلة لبيبة حكيمة. شنو ما كانت في المجتمع؟ كانت سيدة من سادات العرب في العصر الجاهلي ذات نسب وحسب، مرت بعدة تجارب مكنتها أن تكون لها حكمة، هذه الحكمة وهذا التعقل وهذه التجربة العميقة ستحاول أن تنقلها إلى ابنتها عبر الوصايا التي سنجدها في نهاية هذا النص. الشخصية الثانوية والحارث بن عمر، لأنه الدور ديالو هو غير أرسل عصام لتكشف له عن سر جمال المرأة التي يريد أن يتزوج منها. هو مقدام عادل حكيم ملك كندا، مكانته في المجتمع هو ملك كندا آنذاك، والمفضل كما قلت لكم السارد الثاني هو ناقل للأخبار آنذاك بين عامة الناس، إما للملوك وللوزراء عبر ندوات بيت من بيوت الحكمة آنذاك يجريها الحكام والأمراء في سوق عكاظ. أغلبية الشعر ونقل الخبر كان يتم في الأسواق لتنتشر عبر بقاع المناطق المجاورة. مكانته مدون للأخبار العرب في زمن حكم الحارث بن عمرو لكندا. السؤال اللي من بعده، من قام بهذه، قال لك من وظائف السارد وصف الشخصيات، غير ان هذه الوظيفه قد تطلع بها احدى الشخصيات. شكون يعني اللي لقيت بان اللي كانت كتوصف مزيان هي عصام، يعني من قام بالوصف وصف المرأة التي سيتزوجها الملك هي عصام. استخرج قال لك ما الأوصاف التي وصفت بها بنت عوف، يعني قالت لك بأنها جبهتها مصقولة، شعرها حالك، حاجبيها خط بقلم كقوسي معكوف، أنفها حدي السيفي، وشنتها كالأرجوان. مهم تعددت في وصفها، شعرها حالك كأدناب الخيل، شقة فمك الخاتم لذيذ المبتسم، تقلب فيه لسان ذو فصحى وبيان بعقل وافر وجواب حاضر. هنا الوصف، يعني هنا في النص ديال هاد ما وراء كيا عصام، هنا هاد عصام هي التي قامت بعملية وصف الشخصية، وإن كان أبو الفضل هو الذي أعطى الصفة البارزة لتلك الشخصيات. ما الحكمة؟ قالك الحكمة عبارة موجزة تستخلص تجربة إنسانية في قالب موجه. كاينين جوج حكمتين، قبل ما نطرقوا للحكمتين لابد أن نشير على أن الوصف ملازم للسرد،
مهما كان نوع العمل الأدبي شعرا أو نثرا بين قوسين مثلا. فالحكمتين المندرجتين في النص تلقيناهما من فم أمامة بنت الحارث، وصية من بين وصايا ابنتها في ليلة زفافها. قلت لها الوصية: لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة الغافل ومعونة العاقل. الحكمة الثانية: لكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. دلالة الأولى أن الإنسان بحاجة إلى وصايا مهما بلغ من السؤدد والعقل والحكمة، وأن هذا ليس تنقيصا منه وإنما تزكية لرجاحة عقله ونباهة فكره. دلالة الحكمة الثانية أن الإنسان كائن اجتماعي يبحث دائما عن الطرف الآخر لأنه بحاجة إليه. والمثل بكامله، بالرغم أن هذا النص قد استهل بمثل، إلى أنه يتضمن مجموعة من الوصايا عندها دلالات. أولا إظهار مكانة المرأة العربية آنذاك في المجتمع الجاهلي، كيف أن المجتمعات العربية آنذاك تسعى لبناء الأسرة يعني الزواج وتكوينها تكوين من أجل الاستمرارية، هو أن النص كيبين لنا التباين الطبقي، يعني أن الزوجة غني يعني مدخرا يعني عنده الفلوس أنه غني وملك حاكم، وأن الزوجة أيضا ابنة نسب وحسب وابنة عائلة يمكن أن تكون أما لأمراء وزوجة لملك إلى آخره. السؤال السادس اللي هو كيف قلت لكم بأن هذا النص هو مثل، يعني هذا النص هو نموذج لمثل، كيف أن الأمثال تروج في الأوساط الاجتماعية للمجتمع سواء العربية أو الغربية، لأن الناس بصفة عامة منذ وجودهم لا يخلو هذا النوع من التواصل، لأن مع الأسف أن هذا النوع من الفن الأدبي لم يدون ولم يعطيه حقه، ظلم أمام الشعر الذي أخذ حيزا كبيرا للباحثين والنقاد، بينما المثل ظل غير متوارثا شفهيا إلا في نهاية القرن الماضي. بدأ رواد الأدب والباحثين في اللغة في اللسانيات بالدرجة الأولى أن يعطي لهذا الموروث الثقافي الشعبي مكانته التي يستحقها، فبدأ الاهتمام به، إلى أن كيف قلت لكم أن هذا هو النص، هو يندرج ضمن الأمثال ضمن المثل، إلى أن هذا المثل يدخل في داخله مجموعة من القصص ومجموعة من الأحداث ومجموعة من الوصايا. من بين الوصايا وصية أمامة بنت الحارث لابنتها، وصتها على أنها ستترك عليها أن تعلم أنها ستخرج من البيت الذي ألفت وتربت فيه والتي كانت فيه مدللة أب مسؤول وأم حنونة، إلى بيت آخر صاحبه غريب عنها. لذلك فهي عليها أن تكون فطنة وذكية لتكون سعيدة في ذلك الوكر. يعني شوفوا معايا أن النيسابوري وهو يكتب هذه الأمثال كيف أنه اعتمد على أمثال سواء للمفضل أو لغير المفضل، اعتمد في صياغة هذا النص على مجموعة من الأساليب اللغوية التي أعطته قيمة وأغنته بفوائد جمع على المستوى البياني أي اللغة. هنا كاينين عندنا التشبيك، عندنا الاستعارة يعني الواكر العش، عندنا الطباق يعني عندنا الطباق يعني كلمتين متناقضتين، عندنا الجناس، عندنا الترادف. المرة الجاية لابتني نناقش معكم النص من الناحية اللغوية البلاغية، ممكن نظرا لضيق الوقت حنا كنجاوبوا على الأسئلة. الوصايا كثيرة جدا كي قلت لكم، وصتها بأنها لن تصل إلى ما تحب حتى تفضل ما توتر، معنى توتري
رضاه على رضاك، اي انك حنا كنعرفوا الايثار، الايثار هو انك تخلي الذات ديالك جانبا وكتمشي عند الطرف الاخر وكتحقق ليه جميع احتياجاته ورغباته وكتبذلي واحد المجهود لاسعاده. من كيسعد هو كتسعدي انتيا، لانه هو كيتعتبر هنا كتشوفوا رؤيه المراه العربيه للرجل على انه هو الاساس والركيزه لبناء الاسره الناجحه. ثم عطتها قالت لها فما احببتك، يعني قالت لها ما تحبين حتى توتري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما احببتي وكرهتي. اسمحوا لي. مهم ان شنو دلاله هذا، ما العبره من هذه الوصايا؟ العبره من هذه الوصايا ان الام تهيئ ابنتها ليله الزفاف على استقبال حياه جديده وعلى بناء اسره سليمه متكامله وعلى جواز ناجح مستقر، وان تفهم الدور الذي ستقوم به كمسيره او كمشاركه للحياه الزوجيه، وباعتبار ان نجاح الزوج ديالها والابناء ديالها هو من نجاحاتها، وان تتحلى بالصبر وبالتنازل حتى تحقق المبتغى، اي ان تكون اما صالحه وزوجه مطيعه. لكل مثل من الأمثال المأطورة قصة أو حكاية تفسر دلالته وتفك رمزيته. فما دلالة هذا المثل؟ هذا المثل يعني اللي عطى لنا النيسابوري يبين مدى قيمة هذا النوع من الأدب في الحياة الأدبية ككل، ومدى اتصاله ايضا بالسرد باعتباره ايضا هو نوع ادبي يحتاج الى السرد ويحتاج الى الوصف، وله انماط وله رؤيه وله طبيعه وله وظيفه. والدلاله ديالو هو الاستفاده. يعني شنو الهدف من المثل؟ المثل حينما يقدمه صاحبه فهو يمنحك ما عرفتش كيفاش نعبر، باننا حينما نقرا هذا المثل نحن ايضا نستفيد منه، لان اصلا المثل ما هو الا استخبار، يعني استخبار عن احداث او وقائع وقعت في الماضي للعبره، يعني لتستفيد منها حتى لا تقع انت ايضا في نفس الخطا، او تستفيد من نجاحات الاخرين لتكون ناجحا. وتعد الامثال من الاشكال الادبيه التي تعبر عن الواقع بشكل يقترب من الصدق، لانه يقربك الى الحقيقه ويجعلك اكثر استفاده من تجارب الاخرين. الى هنا اودعكم، الى اللقاء في درس اخر. قليل تلخيص لهذا النص، اعتقد انكم يمكن لكم ان تقوموا بهذا العمل، وشكرا.